يا فيونكا ركزي جدا في الفقرة دي، ركزي ركزي ركزي، هنقول لك معلومات حلوة جدا عن الموضة والجديد في كل حاجة. دي اول مسج. والعادي طبعا في فيونكا وبيبيون ان احنا بيبقى عندنا مسج تانية مستخبية، اللي احنا بنحاول نقول لك اي حد عايز يعمل حاجة بيعملها، اي حد ما عندوش امكانيات في اي حاجة وعايز يعمل بيقدر يعمل. النهاردة معانا اختين، ممكن يكونوا صاحبتين، علشان كده قدروا ان هم يوصلوا لبعض، دماغهم حطوها على بعض، حطوا حلمهم جوه بعض من أوضة البلكونة. دخلوا البلكونة، هنعرف دلوقتي اللي حصل، بس هي البلكونة اللي طلعت نجوم النهاردة. معانا النهاردة منال وحيد ومنى وحيد. ازيك يا منال؟ الحمد لله. ازيك يا منى؟ تمام الحمد لله. عملتوا ايه في البلكونة؟ هي منال اللي بدأت الأول. أيوة هي اللي... انت اللي اكتشفتي البلكونة؟ هو انا ابتديت بمكنه صغيره بلاستيك كده، اللي هي البرازر الصغنونه دي، وبعد كده باظت مني وشغلي وقف، فاضطريت ان انا احوش فلوس. حوشت 1000 جنيه، اول 1000 جنيه كنت اجيبها من شغلي، وبعد كده ماما ادتني 1000 جنيه وبابا اداني 1000 جنيه. دول كانوا اول 3000 جنيه في حياتي. حلو. نزلت جبت بيهم مكنه، اللي هو المكن الصناعي بقى. وابتديت اول حاجه اعملها كانت مكنه واحده. ثواني بس، انت دلوقتي دراستك ايه؟ دراستي كانت صنايع 3 سنين، انا كان مجموعي جايب صنايع عامه. حلو. بس انا ما بحبش صنايع عامه خالص. بحب الخياطه من وانا في اعدادي. انت عندك بلان ماشيه عليها؟ بالظبط كده. يعني انا كان عندي، مش بنتكلم عن الثانويه العامه يا جماعه، احنا بنتكلم ان هي عامله خطه. بالظبط كده. فابتديت ان انا اسعى للموضوع، وكل اللي حواليا كانوا ضدي، كلهم ما عدا طبعا مامتي وبابايا. بس كده هو ده. كلهم كانوا لا وما ينفعش، وتدخلي صنايع ليه؟ انا حابه ده، انا عايزه اعمل ده. كانوا فاكرينك مكسله شكله، مش عارفه. دخلت والحمد لله جبت في الباترون اللي هي الماده الاساسيه مجموع كبير جدا والحمد لله، بس للاسف مجموعي ما جابش ان انا ادخل الجامعه. أوكي. فدخلت اكاديمي عادي وكملت مجالي عادي جدا، رجعت المجال بتاعي بعد ما خلصت الجامعه عادي خالص. حلو. وبعدين جات لك ازاي بقى؟ يعني دخلتي بقى ازاي؟ انا برضه تعليم فني. حلو. صنايع بس 5 سنين. والحمد لله جبت امتياز في المدرسه وكملت الكليه التربيه قسم ملابس جاهزه. حلو. انتم مخططين بنت عصابه يا جماعه في البيت. ورا الموضوع. وبعدين الصراحه وقفت فتره طويله لان كنت اتجوزت وخلفت وكده، فوقفت فتره طويله عن الموضوع. تقوليش كده، ما تسمعوش اي كات يا جماعه، الحته دي كات، ما فيش حد يتجوز للاسف. يعني تتجوزوا تكملوا. وقفني فتره. ومنال بقى كانت بدات تدخل في الموضوع. انا كنت وقتها ما كنتش بشتغل خالص. منال لقيت، لما لقيتها بقى ان ما شاء الله الدنيا بدات ان هي تعمل معايا، طب ما تيجي معايا يا منى، طب ايه رايك، ما انت كنت دارسه نفس الموضوع وبتفهمي فيه وكده. بدانا ان احنا دخلنا في الموضوع مع بعض والحمد لله. انت صغيره صح؟ ربنا يخليكم لبعض. ربنا يكرمك. طيب حطينا بقى الاثنين على بعض وبدانا نرسم حلمنا. هنتفرج بقى على اول موديل النهارده وتحكوا لنا بقى ايه الفكره جت منين. اتفضلي معايا. الفكره جت منين؟ اللون بتختاري منين؟ يعني دماغك بتجيبي الافكار منين مبدئيا؟ دي اول حاجه خالص. بصي، هو مبدئيا الماتيريال دي طالعه موضه جدا للزفاف وللخطوبه. حلو جدا. اللون بقى ده بيبقى على حسب لون البشره طبعا. طبعا اللون السلام. بجد معظمه بيليق مع الوان البشره كلها، البيضة والسمراء تقريبا بيليق معاهم. بس بلاش السمراء قوي. لا طبعا السمراء قوي يا جماعه، بلاش الدريس ده علشان بس ايه ما نطلعش بمعلومات مغلوطه. البيضة طبعا ده عليها رائع جدا. القمحي برضو جميل. المتوسطه برضو جميل. طبعا نلون الوان الطرحه والميك اب بقى احنا حرين. مش حرين قوي برضو. مش حرين الطرحة لا، لازم تبقى برضو قريبة جدا من لون الفستان. الكلام يعني بصي مثلا هي عاملة ماتشنج جدا ما بين الأرضية بتاع اللي تحت البرونز والطرحة. جميل. تمام. فلازم يبقى في ماتشنج بين الحاجة، ما ينفعش يا جامد انت يا بتاع الماتشنج. ما ينفعش. طيب. ان انت تبقي لابسة اي حاجة. اكيد طبعا. قولي لي بقى، انا دلوقتي لو جيت لك وقلت لك انا مش عارفة خالص انا اعمل انهي ديزاين، انت تقدري تعملي لي ديزاين من اي تو زد؟ اوله لاخر. او من الاول لاخر، من اول التصميم لحد ما بنسلمه لك في كفر. حلو. بتشوفي جسمها الاول؟ طبعا بشوف جسمها الاول، ايه اللي يناسب معاها، ما إيه لو في ديفو معين بحاول اداريه. لو الدنيا مش مظبوطه في مكان معين بحاول ان انا ابعد عنه، ما نعملش فوكس عليه. دكتوره لا، بنظبط الديزاين. يعني لو حاجه مثلا في مثلا زي الديزاين ده، الحاجات المنفوشه قوي دي. الديزاين ده ممكن نجيب يا جماعه الديزاين اللي جنبي ده جميل ولونه حلو قوي، والماتيريال دي طالعه موضه جدا. جدا. احنا بنقول عليها في الشغل بتاعنا طبعا قماش التنجيد. بالظبط. زمان قماش التنجيد. هي قماش دلوقتي ستاير. كمان قماش ستاره. يا جماعه التنجيد وستاير موضه، يعني لو مامي عندها ستاره قديمه ممكن نطلع منها فستان عادي.
وتحتيها الجوميه هو اللي بيبقى موقف الدنيا كده. الجوميه برضو طالع في الدراسه كتير جدا. الجوميه اللي مش عارف يا جماعه اللي بينفش الماتيريال اللي هي بتبقى ناشفه دي. يعني الدراسه مثلا من الحاجات اللي ما تبقاش حلوه قوي على البنوت المليانه روعة جدا، والنقشه بتاعته في منتهى الشياكه تمام، بس عايزه بنت تبقى ما تبقاش يعني لا صغيره قوي ولا مليانه. عشان روعة، انت جميله عشان او ما تعمليش دبدوبه. انت بتاخدي بالك من أيوة. انتوا مقسمين المهام صح؟ انتوا خلابيص خالص. هي درست المواضيع صح؟ درست الديزاين في الكليه. احنا فاهمين بعض بقى، ديزاين زي بعض فاهمين. اصل هي بتتكلم واحده بتتكلم عن التصميم نفسه، يعني بنعمل ايه والالوان والماتشنج، والثانيه عماله تدي كده تكات دي أيوة. مين يلبس ومين ما يلبسش، ده مهم جدا. طبعا برافو عليكي، عشان يعني في الاخر الحاجه بتطلع في وشي انا، ببقى عايزه ان هي مش حته ان انا عايزه اشتغل وخلاص وفلوس جايه لي والدنيا خلاص تمام وماليش دعوه، لا انا بحاول ان انا اوصلك لاحسن صوره تطلعي بيها ان شاء الله عشانك وعشاني. اكيد طبعا. معانا موديل ثانيه، اتفضلي قولي لي بقى. اللون تحفه، التول طبعا طالع موضه جدا، البيبي بلو طالع موضه جدا طبعا. هو بس فكره ان احنا دخلنا البينك دي اللي حاجه جديده شويه. التولات هو اصلا الديزاين ده هو كان جاي لي مش محجبات، فاحنا اتشقلبنا كده علشان نعرف ان احنا نخليه محجبات. بس حاجه اوف شولدر هو منه فيه يعني. ايوه بالظبط، هو كان حاجه اوف شولدر وما كانش فيه، ما بنعملوش اللي هو التقفيله والحاجات دي. قلت جدا يا بنات البادي والحاجات دي ارجوكم جدا يعني ما تلبسوش لو سمحتم البادي التول، حتى لو البادي خانته تول هي هي، لو الفستان اتقفل بيها الفاينل لوك بالتول متركب في الفستان مختلف توتالي عن ان الفستان يبقى تحتيه بادي. ده مش ادم، ده يعني انقرض الكلام ده خلاص تماما. الكلام ده كان من اول ما بدا يطلع سواريهات وان البنات المحجبه تلبس سواري. هو ده الفرق بين الجاهز والتفصيل. الله ينور عليك. يعني الجاهز دايما تنزلي دايما كات هو كات اوف شولدر وكل الحاجات. بالظبط، التفصيل تقريبا بيبقى اقل ماتيريال واقل فلوس واقل كله، وبتعملي اللي انت عايزاه، تعملي اللون اللي انت عايزاه والديزاين اللي انت عايزاه ليه على جسمك. بالظبط كده. شكرا ليكي اميل. قولي لي بقى، انت مثلا بيخطر على بالك فكره عايزه تعمليها بتقومي ترسميها وتنفذيها؟ او بقول لها ترسم قوي بقى، او انا عايزه اجي البيت عايزه اجي اخبر عضلات. لا الحمد لله دلوقتي في اتيليه الحمد لله. لا ما هو الاتيليه احنا بننفذ شغل، لكن واحنا قاعدين في البيت صح كده؟ يبقى انا اجي البيت ما اجيش الاتيليه. ايوه بالظبط. قولي لي طيب، في افكار ممكن تطلع من منال تقولي ايه رايك يا منال احنا لو حطينا دي على دي تبقى حلوه بس بالقماشه دي؟ طب بتختلفوا؟ لا ممكن لو تقريبا لا بس الحمد لله الى حد ما دماغنا واحده في الشغل. الدماغ العاديه الدماغ العادي انتوا اوكي، انتوا ماشيين على نفس النهج واللاين، لكن مثلا ما تخلي ده اوف شولدر، لا خلي ده مثلا كاب، لا دي صح كده. ده اللي انا اقصده في الاختلاف. حلو جدا. طب احنا معانا صور بقى، عايزاكي تكلمينا عن الصور شويه. يلا بينا يا جماعه، مدلعينا النهارده والله. ده فستان خامته ايه؟ ده خامته تول مطرز. اوكي. بس الماتيريال دي طالعه موضه جدا جدا جدا. سعر متر منها مش غالي، بس هي لازم تتبطن لان هي شويه شفافه. اوكي. والسعر متر منها مش غالي خالص، بتعملي منها فستان حلوه جدا. ده تول مطرز برضو. هو طالع موضه جدا، اشكال منه كتير والالوان بتاعته حلوه. طب ممكن والصور بتتعرض كده تقول لنا الالوان الموضه ايه؟ البيبي بلو تمام، اللي هو اللي كان على الشاشه، او اللي هو اللبني الفاتح يا جماعه لو حد مش عارفه. بالظبط كده، الجنزيري طالع جدا جدا اللي عليكي. تمام، ثانك يو على البلاوز بتاعتي. ثانك يو. بشكر طبعا هدى علام الفاشن ديزاينر بتاعت الحلقه النهارده، بشكرها جدا على انها انجزت البلاوز دي في وقت قصير جدا. كمان ده برايد ميد طبعا، انا بحب جدا البرايد ميد ده. حلو ان انتوا كلهم في محجبات وغير محجبات، بس انتوا عاملين كونتراست بين كل الموديلات. انا خليتهم حتى يجيبوا قماشه واحدة من توب واحد علشان ما يبقاش فيه درجة حتى في اللون. حساس انت. انت حساس، تاخد بالك من الديتيلز كلها. دي كانت عروسه برضو اللي على اليمين، دي كانت على اليمين عروسه، وتقريبا اللي على الشمال. حلو حلو بقى، انا هوقفك هنا شويه. ثواني يا جماعه ثواني بس. حلو ان هي مليانه، فانت عملتي الكورساج والسكيرت حاجه ثانيه. ما ينفعش كنا ننزل بالدريس كله حته واحده. انتوا بجد فظاع. ده غير الدرابيه كان عندنا في بطن شويه بيداري. ما بيبانش الديفوهات، بس بيداري مع اللي بيعرف يداري بيه. ممكن يا جماعه الكروازيه ده يودينا في ابو زعبل، ممكن يخلينا واقفين سلام وما عندناش اي مشكله خالص. يلا بينا نكمل بقيه الصور.
اللون حلو قوي. لا الفستان ده كان مميز جدا، كان من الحاجات. انتوا حقيقي كل شغلكم مميز بجد والله، وحياه ربنا. حلو ان انت انا عاجبني كمان، واخده بالي طبعا احنا عشان محجبات فبناخد بالنا من تقفيل المحجبات. ان انتوا حابين الحجاب يطلع بطريقه شيك وحلوه. الجامب سوت طبعا انا من عشاق الجامب سوت، وبيليق على اجسام حلو جدا. بس طب ممكن تقول لنا بقى مين يلبسه ومين ما يلبسهوش؟ منى تقول لنا. هي يعني ما بقى بفضلوش البنات اللي لا في بطن ولا في الكيرفات اللي بتبقى في الدوران الهانش، ما يبقاش كبير قوي ولا الجناب ولا الحاجات دي. لو عندها كيرف بس لابسه اكستنشن بيداري لما بتبقى بقى الدنيا من ورا مش بتبقى عاليه شويه ممكن نداري بالاكستنشن. لما تبقى كيرفي قوي في دوران الهانش نداري عادي بقى تلبسه براحتها. حلو جدا. معانا موديل تانية كمان، ومعانا كمان الفستان البرايد ده مش هننساه طبعا لان هو قماشته رائعة الرائعات. ده البنوتة رفيعة جدا، البرايد الزفاف ده صح كده؟ بنوتة رفيعة. بس هو الحلو بقى الفستان ده ان انت ممكن تلبس على اي جسم، على اي جسم، لان الاكستنشن اولا هو اكستنشن خارجي يعني فبيلف براحتك، ممكن تضيقيه توسعيه براحتك، والفستان نفسه بيتوسع ويضيق عادي. يا جامد والله انت عسل. طب قولي لي بقى انت بتعملي يبقى ضيق وواسع، هو الفستان الظاهر قدامنا ضيق وواسع علشان لو حد هيقيس او كده، ولا ده بتاع عميله جت قالت لك انا عايزه اعمل الفستان بالفكره دي؟ ده بتاع مني. شفتي بقى يا جماعه ده شغل المعلم لنفسه ده. الله ينور عليكي والله. انت اللي حاطه الاستراس اللي فيه ولا لقيته سامبل قوي دي؟ انا لازم تتصور. كانت فكرتي على فكره الاستراس ده لازم تقولي. انت كانت فكرتك وانت كانت تنفيذك، بس انا اللي اكتشفته. كنت مصممه اطلع بيه سامبل كده، ما كنتش عايزه خالص، بس عشان انت ناعمه قوي. هي طبيعتها هاديه، انت رايقه مش اوفر. فعايزه اقول لك فرق في الصور جدا، يعني ما كنتش حطيته كان الفستان طلع مش حلو خالص. بصي ما هي دي بقى اللمسه الفنيه بتاعه الفاشن ديزاينر، لازم يبقى عندها وجهه نظر. ما ينفعش تبقى بتسمع، يعني ما ينفعش يبقى صوره تبقى كوبي بيست او انا عملت ديزاين ممكن بعد البروفا، لا لازم احط عليه تكايه معينه، ازود فيه حاجه معينه. ساعات بنجبر الموديل جاهزه يا جماعه؟ طب قولي لي بقى على بال ما تدخل الموديل، لو انا دلوقتي جايه عايزه اعمل فستان برايد او زفاف، اللي هو الزفاف يعني، اجي لك قبلها بقد ايه؟ شهر ونص تقريبا. شهر ونص تقريبا. شهر ونص يا فيونكا، عشان ما ينفعش تروحي لها قبل الفرح ب 20 يوم. باسبوع ونص بتيجي مزنوقه دي، بتيجي تجننا في الاتيليه. بس تحسوا ان انا النهارده بحاول ادافع عنكم. اتفضلي يا جميل نورينا. طيب معانا الموديل الثانيه تدخل سريعا عشان نقول الفستانين كده. حلو قوي ان الوسط الصغير ده رائع جدا، جميل جدا. ده هاي ويست بيبي لونه حلو قوي على ده ماتيريال اسمها قشر السمكه. أيوة. والتحت طالعه موضه صالونه. طالعه موضه. اضيف معلومه صغنطوطه، الموديل اللي هو القشر السمكه ده الامبير العالي ممكن جدا للحوامل. للحوامل وللبنات اللي بتاثر يعني، لو بنوته طويله الجذعها طويل ممكن بعمل الهاي ويست ده بيكسر العين شويه. الموديل ده بيأثر، بس انتوا رفعتوا راس باباكم ومامتكم ورفعتوا راس نفسكم ودراستكم، وبجد بحييكم جدا. لازم البس منكم كمان في اي مهرجان او في اي حاجه. اكيد اكيد هنشتغل مع بعض ان شاء الله. للاسف الفقره خلصت، بس حلقتنا لسه ما خلصتش، هنطلع فاصل صغير عبال ما نلم الحاجات ونحط حاجات عشان نعرف حاجات بعد الفاصل.